عزيزاتي متتبعات السلام عليكم، انا الشاف روز للطبخ والحلويات. نتمنى لكم نهار مبروك ونتمنى كل اخوة والاخوات يكونوا بصحة جيدة. اليوم باذن الله جبنا تحدي مليون للقضيان تاع المطبخ كما نقولوا حنايا، او للاكل، يعني هذا مخصص تحدي للاكل فقط، يعني السيدات اللي يكون عندهم من اربع حد من شخصين، كي نقول حنا اللي يكون عندها زوج دراري ولا عندها حتى ثلاثة دراري، يعني هذا هو التقسيم. ان شاء الله وباذن الله راح يفيد كل الاخوة والاخوات، على خاطرش كنت مقسمة ديجا من قبل يعني، وطلبت الاخت هذه قالت لي زوج، يعني زوج اخوات يعني اختين كما يقولوا بالعربية، قالت لك قسمينا. نبدو بالاخت الاولى اللي يسموها آلاء، آية الرحمن، يعني اسم شباب ما شاء الله. قالت لك اختي انا مضغوطة بدين كبير، قالت لك ساعديني في التقسيم مليون للمطبخ فقط، مع واش؟ قالت لك نقدر نشري مواد غذائيه بالمبلغ المخصص، عندي قالت لك زوج بنات، وحده 9 سنوات وحده 8 سنوات. قالت لك بصح الزوج خدام بعيد ويجي مره في 20 يوم، ساعديني في اقرب وقت، ربي يحفظك. هيا دار فيك مزيك راه يجي مره في دار فيك مزيك راه يجي مره في 20 يوم. تلقى الاستقلال. والاخت الثانيه قالت لك والله، قالت لك دخلتي في قلبي، يعني نثنيتكم، يعني داتكم اخواتي، داتكم بنياتي، داتكم كل شيء، يعني نثني راني نفوج معاكم، يعني كي نقولوا حنايا. قالت لك والله يعني ونشكرك اختي على هذه الكلمه، يعني والله العظيم يعني من القلب الى القلب باذن الله. قالت لك والله دخلتي في قلبي، قالت لك حابه ندير تحدي مليون مع العلم ما يدخل فيه. قالت لك كما قالتي اني، قالت لك اني فواتير ني والو، قالت لك الاكل فقط، تحوس على يعني واش تشري خضره واش تشري لحم كيما نقولوا حنايا. قالت لك كيفاش نقسموا، كيفاش نقسمه، يعني عاونيني ربي يحفظك. كيما كتشوفوا لي كومونتير تاعهم، كي نقولوا حنا درت انا غير زوج، يعني باش الاخوات اللي يكونوا كيما نتوما يعني مثيلاتكم، يعني باش يستافدوا بحول الله. السيده كي يكون عندها الكوراج كي نقولوا حنايا وتصدم، صدقيني صدقيني، وكل راسها عندها صدقيني ودير عقلها في راسها، قسما بالله يعني بالحاجه القليله تقدر دير منها. ما تحوسيش انت على الاسعار وما تحوسيش على هضره الناس، انت شوفي يعني الكميه اللي يتناولها الاسره نتاعك، النوعيه المواد اللي يستهلكوها الاسره نتاعك، يعني ما تحوسيش انت تقولي اه مليون ما يدير والو. لا السيده اللي يكون عندها يعني قالت لك ارغاز كيما نقولوا حنايا، يعني تصدم، يعني عندها الكوراج، صدقيني والراس اللي يخدم والله العظيم هذا مليون وتقدر تصرف به، والحمد لله وما يخصها والو. كيما كي نقولوا حنايا، وقبل ما نبداو لا فيديو نتاعنا، نطلب من الاخوات والاخوه يعني اللي راهم مشاركيني ما تنسونيش بالجيم، والاخوات والاخوات اللي كي نقولوا حنا يدخلوا جدد، ما تنسوش يعني الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد بحول الله. ولا ما تنسوش ثاني لي كومونتير، يعني اللي استفدت تكتب، واللي عندها سؤال يعني تكتب، واللي ما عرفتش حاجه تكتب، ما فيها والو، يعني احنا كاع اخوات، ولا ديروني انا منكم ولا يعني اختكم، ولا يعني ونجاوبوا بعضنا في لي كومونتير، باسكو اليوتيوب هذا كانه بيت، يعني كاع الناس تتناقش في المواضيع يعني اللي تكون تخص يعني السيدات ولا بالنسبه للابناء. ما ننسوش ثاني كاين وحدك السيدات بزاف كما كتشوفوا الكومونتير تاع هذه، قالت لك يعني ادعوا لابنائنا يعني بالنجاح، ادعوا لهم بالنجاح في البكالوريا، ادعوا لهم النجاح في البو ام في السيزيام، يعني شجعوا يعني اخواتكم باش يكون عندهم كوراج باش يزيدوا يعني يدعموا وليداتهم. ان شاء الله يا ربي يا ربي قال الاخوه والاخوات راح ينجحوا وليداتهم بحول الله. يعني وش هي، ما ديروش الضغط، الضغط يعني الضغط في الدار ما لازمش يكون، ولازم يعني الاسره ثاني يكون الهدوء، الهدوء هو يعني الطريقه الوحيده باش يعني الابناء يقدروا يركزوا في الامتحانات نتاعهم بحول الله. وراني حل قناه على اليوتيوب، كي نقولوا حنايا الاخوات اللي بغوا يدخلوا معايا، حل قناه على التليجرام الاخوات، هذا هو الرابط نتاعها، راح ندير لكم في صندوق الوصف. كي نقولوا حنا اضغطي على الرابط فقط يديك مباشره للقناه تاع التليجرام، يعني ديري كومونتير، شاركي، ديري جيم ثاني يعني، وطرحي السؤال نتاعك ولا الاعجاب ولا اللي عندك انت، اكتبيه في الكومنتير وراح نجاوب الاخوات بحول الله. كما الاخت هذه اللي سموها الاء آية الرحمن، دارت لي في اليوتيوب وفي التليجرام، هاني نجاوب في حبيبتي، يعني خير مثال كما نقولوا حنايا.
ديري هنا مليون انت ولا كاع الاخوات اللي مثل مثيلاتك اللي يكون عندهم ديون اللي حوسوا يديروا سياره اللي حوسوا يديروا سكن اللي حوسوا يعني السيده هي المدبره هي المدبره وراكم تشوفوا المثال ديري 450 مواد غذائيه شري المواد الغذائيه ديري غير الاساسيات الاساسيات كي تشوفي لي كومونتير تاع اخواتك اللي جاتها 500 كاللي جاتها 450 وحمد ربي وقالت لك يجيب لنا الخير والخمير كيقولوا حنا الاساسيات وحده شنو خطر دارت لي كومونتير راكم تشوفوا فيه قالت لي يعني كاين بزاف اخوات ما يعرفوش معنى الاساسيات في المواد الغذائيه ديري ديري فيديو كاش نهار ندير لكم فيديو الاساسيات فقط يعني باش الاخوات يقدروا يلموا الدراهم ولا الا عندها شي اي حاجه يعني تتمنى ديرها تقدر توفر يعني غير بالسياسه وفري وتنالي جيبي شكاره تاع فرينه يعني من الافضل شري فرينه راها على حسب كل منطقه المهم المدعمه راها بين 60 و 65 تا 25 كيلو شري 25 كيلو هو اللي يساعدك في ليزي سبريل ديري تاع تاع 3 ايطرو ايزي سبريل هو احسن احسن ويعني من خلال تجربه جوده وثقيل وديري لها اعاده تدوير راني درتها في القناه وبزاف اخوات جربوها ما شاء الله ما شاء الله يعني وناجحه معاهم بالنسبه تاع الملابس كذلك لايف ولا توب سيل ولا ثاني دير لها عدد تدوير يعني يساعدك كيما يزيد سبريل تشري مره في 4 اشهر بصح استعمليه غير الاواني بالنسبه تاع الملابس كذلك استعمليه غير الملابس يخرجك الكسوه ما شاء الله بزاف اخوات جربوه وساعدهم يعني ما شهر بشهر تشري وهنايا تشري منا من 4 اشهر عاد تشري بالنسبه للطماطم تاع العلب ثاني ديري الطريقه تاع التجميد اللي راني دايرتها ما شاء الله كيما تشوفوا الاخوات يعني تخرجك يعني ما عندي ما نقول فيها طريقه ما شاء الله ديري 100 بيت خزين بيت خزين كيما خزين كيما وريتكم دائما ديري غير الاساسيات اساسيات علبه طماطم علبه قهوه وحده سكر ديروا هذا الصوالح كي نقولوا حنايا اللي من على 6 اشهر 7 اشهر 8 اشهر ما كيش راح تشري 450 هذه ما كيش راح تشريها تماما ولا تشري غير نص منها وتوفري هذيك الدراهم الاخرى ما تحسيش يعني السيده دائما توفر دراهم كاين بزاف ازواج اللي ما يعطوش لزوجاتهم الدراهم يختي غير من القضيان هكا من المصروف مره 100000 مره 200 مره 100 مره 200 وفري ما تحسيش تبغي تساوي روحك تبغي مثلا تبغي تشري حاجه بدعيه تبغي ما تحسيش يعني السيده دائما يكون تحتها كون تحتها غير 500000 خير من ما كانش خاطر بزاف ازواج ما يمدوش يعني الدراهم لزوجاتهم يعني ربي هو يعني هو المستعين يعني ربي يعين الاخوات وصاي هذا ما نقولوا ديري 200000 خضره خضره راهي بدات ترخص السيدات يشرو الخضره ثاني غير باش ياكلوا وليداتهم كي نقولوا حنا واش ياكلوا وليداتك جيبي ما تظليش تجيبي في الخضره اللي ما ياكلوهاش خصوصا للاخت هذه آلاء ايه الرحمن نصيحه نصيحه جيبي غير باش ياكلوا وليداتك كي نقولوا حنايا وعارفي كتتصرفي دوك نخبركم انا اش ديروا ديري 120 في الدجاج الناس ما يشتاكل الدجاج كل يوم يعني كان اطباق يعني منوعه راه في قناتي داير لكم جداول كاين اللي باللحم كاين اللي بلا لحم كاين اللي بالدجاج كاين اللي بلا دجاج كي نقولوا حنايا كي خصك يعني فيون داشي ما تشريش ديري غير يعني ربع صدر تاع الدجاج يا اختي واشيه في دارك يعني طحني في دارك وخدمي به واش بغيتي وكاين بزاف يعني جدول الوجبات يساعد الاخوات في قناتي ما شاء الله ما شاء الله انا معتمده هذوك الجداول يعني ونعطيهم للاخوات يعني في سبيل الله كي نقولوا حنا باش يعتمدوا على ارواحهم ويكون عندهم يعني تركيز وتعرف يعني واش الطيب وصدقوني بنان ما شاء الله يعني قال الاخوات اللي تبعوني جربوهم قالت لك انا صايبه رواحنا 30 في حليب حبيبتي ديري 30 في حليب 30 في حليب يعني شري بالزوج بثلاثه وديري في المجمد كتسحقي جبدي وما تخلطيش الدراهم هذه تاع الحليب مع اي حاجه ديري 100 البيض البيض راه رخص حبيبتي شري بلا 15 يوم شري بلا و15 يوم شري بلا الزواج البيض راه يدير 37000 شري بلا الاول يعني فوتي على 15 يوم شوفي البيض مع هذا الدجاج هذا مع هذا الخضر مع جدول الوجبات وجباتهم في قناتي يعني معتمدتهم مليون في المية قلت لكم كل الاخوات اللي جربوهم نجحوا بزاف قال الاخوات قلت لك انا غير معتمدين للجدول تاعك والتقسيم تاعك رانا ناجحين يعني ما شاء الله يعني نصيحه نصيحه لاخوات بغيتي المليون هذا يقضي لك ولا زوج ملايين ولا اللي درتيها لازم يعني ديري هذا التخطيط هذا الهرم يعني المبارك ديري هذا التخطيط والله العظيم وباذن الله راح تنجحي تنجحي وصدقيني شوفي القنوات شوفي كل الفيديوهات نتاعي ما كانش اخت قالت لك انا ما نجحتش يعني كاع نجحوا اللي بات تلم اللي بات تشري اللي قلت لك اضعف الايمان الاخوات اللي ما يعطوهمش الازواج تاعهم الدراهم ما يعطوهمش الدراهم
دير هذا الطريقه وسيختو بيت الخزين هذا، بيت الخزين هذا يساعد الاخوات 6 اشهر 7 اشهر حتى 8 اشهر صدقيني تولي 450 ما تشيهاش كاع، وعرفي كيفاش الصحه فضي دي الكميه تاع الخبز غير اللي ياكلوها وليداتك. كي نقولوا حنا وكي يجي الزوج ضربي النح، راه عندك المصروف وطيبي وسكتي، باسكو يعني لازم الزوج كي يجي يلقى المصروف، وانت تعرفي يعني راكي غير انت وبنياتك ولا السيده الاخرى ثاني كي نقولوا حنايا نتوما وليداتكم، عارفي كيفاش تمشي بالجدول، هذا الجدول الوجبات راح يساعدك في هذا التحدي تاع مليون. صدقيني والله كون تمشوا يا الاخوات وباذن الله وتمشوا بهذا التخطيط تاع الهرم هذا رايحة تنجحوا بحول الله. شوفي الدجاج واللحم ماكانش اللي ياكلها كل يوم، الناس راهي يعني تعتمد الخضر الكثرة على الخضر وتعتمد على البيض هو اللي يعني اصلا مغذي. وما الدجاج شوفي اصلا الدجاج يعني كي نقولوا حنايا يعني ما كان لها نقول يعني راكم تعرفوا الطريقة تاع يعني اللي ربوه بها يعني الاخوات هذا مكان. وبالنسبة للحليب، الحليب شري يعني غير ما تسحقي كيما انت يا السيدة يعني الزوج بعيد ولا كي نقول حنا عرسي بنتك ولا اللي مولات 9 سنين تشري، شري زوج ثلاثة أربعة ولا خرجي انت ثلاثة أربعة، وعجني عجني باش الساف دي لازم تعجني، شو ما كيكونش بزاف حتى أربع أشخاص وما كيكونش بزاف، يعني صدقيني راح تعتمدوا على هذه الطريقة وراح تنشي على بالي بلي نلقى ذوك الكلوفيات كيما نقولوا، وتقول لك وين راهم الكماليات، ما كانش لا ياكل الكماليات ذوك حبيبتي، الكماليات كي نقولوا حنايا مين تبدي توفري تقدري تشري الكماليات، صح تشري ياغورت ولا ليموناد ولا صحة ولا كي نقولوا حنايا كي تكوني توفري شويه دراهم ولي يشري، معليش هذه هي. ولا الزوج من يجي الزوج على بالي ديك 20 يوم يقعد ونهار من يجي راه عندها الفلوس حبيبتي، الزوج عندها الفلوس في ديك الفتره يولي يشري لكم الديسير يعني كلوا منه، وانتيا في هذا مليون ديري هذه الطريقه. بيت الخزين ركزي عليه الاساسيات، مواد الغذائيه الاساسيات وطريقه تاع التدوير في الايزي سبريل وفي تاع الملابس وفي الاخرى في الطماطم تاع العلب، يعني تساعدكم بزاف باش تقدري توفري شهرين دوك تولي ما شاء الله يولي توفر عندك الدراهم غير بالسياسه مشو بهذه الطريقه تاع الهرم تحدي مليون غير الاكل مده شهر، صدقيني راح تعيشي مرتاحه. تي غير توكلي بنياتك البيض والحليب وتوكليهم يعني طيبي بالدجاج، يعني غير فتاتا دجاج ما تيدي غير مره في النهار ولا يومين ولا، وسيختو صغار يعني تقدري يعني تتحكمي حتى وكبار وتتحكمي يعني كلشي، يعني المصاريف راهين يعني الناس حسن عونهم. والخضر شري غير الخضر الاساسيه اللي تحسي ياكلوها وليداتك شريها، هذا مكان. وديري الجدول ورجعي لي الخبر حبيبتي من بعد شهرين ثلاثه، رجعي لي الخبر اذا ما استفدتيش كيما استفدوا كاع الاخوات بحول الله. كي نقولوا حنا هذه احسن طريقه للتحدي للاخوات اللي يديروا مليون يعني بالدليل الاخوات نجحوا ما شاء الله. وجبات جدول وجبات تدخلي في قناتي ما شاء الله بالخضر، يعني ما عندك ما تقولي اللي بالدجاج واللي ماهيش بالدجاج واللي باللحوم واللي بلا لحوم، ورايحه تستافدوا بحول الله. المهم مشو كيما راكو السيده دائما يا ربي ما توفر غير 200 300 حتى 500 الف تكوني دستها بجهه، الدنيا دي صعبه يعني على بالي بلي كاين ازواج بزاف اللي كيما قلت لكم ما يمدوش الدراهم. احسن وسيله للسيده باش تقدر توفر الدراهم لازم في القضيان هذا تاع الدراهم تاع المصروف اللي يعطيه لها الزوج، وما ديريش على الهضره انا ندير مليون قدامي وندير هذا التخطيط ومشي به شهرين والثالث رجعي لي الخبر اذا ما استفدتي. ماشي كي توفري الدراهم تحي توريهم لراجلك، يعني نصيحه كي توفري الدراهم من المصروف، يعني على المصروف باسكو دراهم راهي عنده شهري تاعها يفيده، كي توفري الدراهم من المصروف يا ربي 100 الف ما توريهالهش، نصيحه يعني ماشي نقول نحرجكم على رجالكم ولا، باسكو الاخت اللي تعرف زوجها بلي ما يمدلهاش الدراهم كي توفر دسهم من عمرها اون سي جامي الدنيا كاع كي دايره، يا ربي وما تلقي بدعيه شابه وتعجبك تشريها. يقدر يقول لك اختي انا ما عنديش مصاريف وما نعرف واش، ارفدي دراهمك حبيبتي وروحي شري بدعيه شابه وساوي روحك ولبسيها وخلاص، يعني ما تخليهاش في خاطرك. هذا مكان، هذه احسن طريقه للسيدات، يعني انا ننصحكم من القلب قناتي يعني تاع توعيه، قناتي تاع للسيدات، يعني كيما قالت لك وحده ثم قالت لي انت قناتك يعني تساعد الزواليه، انا دايره كيما هكا التخطيط اللي نمشي به في داري نوريه لكل الاخوات وبالدليل، يعني باش تقدري توفري من على ما جاي قلت لك كي تكوني دايره بيت الخزين هذه الكميه تاع الدراهم هذه ما تشريهاش كاع وتوفري الدراهم، وردي بالك تقول لها راني داسه المصروف. كاين الازواج اللي كيما وحده ثم قالت لك انا كي وريتها المصروف
قالت لك نقص عليا الدرهم تاع المصروف. نصيحه للاخوات يعني كي تكوني دي تعرفي الزوج نتاعك اذا لقيتيه يعني مش حاح ويابس يا اختي ديري كيما هكا وضربي النحو وسكتي تاكلي تشربي انت وليداتك ودري توفري شويه دراهم كيما قلت لك وخبيهم ما تحسيش الدنيا كاع كيفاش دايره. وان شاء الله يعني ربي كاع يكون في عون الاخوه والاخوات خصوصا السيدات يعني ربي يكون في عونكم. ونتمنى يعني دعموني بلي جام تشاركوا في قناتي كذلك تاع التليجرام باش تستافدوا وطرحوا الاسئله نتاعكم جاوبوا خياتكم اللي يكونوا كي نقولوا حنايا في خياتكم كي نقولوا حنايا في اليوتيوب يعني في القناه يعني جاوبوهم اللي تكون ما تعرفش البلاصه اللي تتباع فيها ديك حاجه السعر تاع ديك حاجه وروا بعضكم. وبالنسبه هنايا كيما القهوه يعني راهي شويه طالعه شري يعني كيما انتيا شري غير باكيه باكيه يا اختي تساعدك يعني انت وبنياتك ما كنت تشربوا القهوه بزاف سختور يعني اغلب الرجال يبغوا يشربوا قهوه تاع برا. ونتمنى لاخواتي دعموني بليجان ويشاركوا في القناه بهذا التحدي تاع مليون وان شاء الله يا ربي بعد شهرين والثالث رجعوا لي الخبر ان شاء الله راح تستافدوا كما كل الاخوات والى الملتقى باذن الله.